أخبار اليوم. مش دايما هنا يعني، بس النهارده يعني قلنا نروح يوم مختلف وبتاع، فنقعد في الحسين وبتاع في القهوه هنا، خلي خاتون القهوه كويسه. وبصراحه والسهر عامه مع الصحاب في اي حته يعني في الدنيا وما فيها بصراحه، يعني تقعد مع اصحابك حتى لو تقعد على رصيف يعني، دي مع الصحاب احسن حاجه يعني. عموما يعني جميله ننزل بعد الفطار مع اصحابك او تفطر مع اصحابك في يوم كمان، بيبقى الجو جميل والدنيا الناس كلها بخير وكل سنه وانتم طيبين يعني كده. بصراحه الناس كلها بتيجي تسهر في الحسين في رمضان بالذات غير باقي السنه يعني، عموما في رمضان احسن يعني، الناس كلها بتيجي وكده بقى الاجواء حلوه يعني. شوبرا مصر يعني بنزل اقعد مع اصحابي، لو في لعبه كوره بنلعب كوره كده، بنقعد مع بعض بعد الفطار. دي حاجه اساسيه، لا حاجه اساسيه الكلام ده كله يعني، بناكل نقعد مع اصحابنا ده رمضان يعني، وبعد كده بنسحر مع بعض يعني. هنا زينا فاتون شبرا، بس طول عادتنا في شبرا عامه يعني، لا تحفه طبعا، هو ده جو رمضان عامه يعني، العصين هي رمضان. نحسب لك ونوضب لك ونرتب لك بيجينا ناس زي ما انت شايف كده، مهندسين مدينه مصر من اي حته في مصر راكب، لان هنا المكان شعبي وزي ما انت شايف الاثار بتحوطك من كل ناحيه، والقعده الشعبيه دي نفسها الناس كلها بتتمنى تقعدها. فهنا كل يوم هتلاقي جديد، بيجوا اخر 10 ايام في رمضان بيعملوا بند هنا مسرح، وبتيجي ناس من بيت العود، من بيت العود تخرج بتيجي ناس من السلطان الغوري بتيجي تعمل استعراضات هنا. فهنا المكان في منتهى الجمال. اي حد في مصر، في امريكا، في اي دوله اوروبيه بيتمنى يجي هنا. هنا كله عائلات وشباب ولا شباب بس؟ لا بص، الشباب بتبقى واخده ركن والعائلات واخده ركن، وناس كلها قاعده في منتهى الاحترام. بيحصل في الحسين ده كله ولا المكان ده بالذات؟ لا المكان ده بالذات. المكان ده اسمه زينب خاتون. زينب خاتون الاثر بتاعها، زينب خاتون دي يعني من اجمل سهرات رمضانيه في مصر. عروض بيت العود بيخرجوا شباب جديد لسه طالع، سهران اصواتهم في الاغاني القديمه. السلطان الغوري بيجوا بتوع ال اسمها ايه؟ التنوره دي، بيعملوا استعراضات هنا في منتهى الجمال. اخر 10 ايام في رمضان. فهنا الجو شعبي شعبي شعبي، كل الناس زي ما انت شايف كده، كل واحد بيضحك وكل واحد مبسوط، كل الناس قاعده مبسوطه. ابدا ابدا، لان الناس دي كلها ضيوفنا، الناس دي ضيوفنا، احنا اولاد بلد، اولاد البلد دول يعني. بص، احتفالات رمضان كل واحد بيحتفل في رمضان بمزاجه، في ناس بتحتفل بيها دينيا، في ناس بتحتفل بيها زي ما انت شايف كده، وهي احلى حاجه بتبقى العائلات بييجوا يسحروا ويفطروا هنا. كل الاكلات الشعبيه اللي على مزاجك وتخطر على بالك، والسحور موجود في نفس المكان وانت قاعد.